بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الناس ولعلنا يعني نحن كذلك نقع في تلك الأشياء التي نعصي بها الله عز وجل، وكلنا ذاك الرجل الذي يخطئ، نغلق الأبواب والنوافذ ثم بعد ذلك نعصي الله عز وجل ونبارزه. والله نخشى أن يقع الله أن يقع فينا قوله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ربنا يا ربنا ربنا